بداية نحب نرحب فيك بميناتك. أهلا وسهلا فيك سيد عمار، مانجينج دايركتور في دبي انترنت سيتي، مدينة دبي الانترنت. أهلا وسهلا فيك. مشكور أخ أحمد، مشكورين على الاستضافة، والله يحفظك. نبلش بداية نحكي ليش اخترت جايتكس لهاي السنة، وشو في شغلات موجودة في جايتكس أو في مشاريع ممكن تحكي عنها في متواجدين في دبي انترنت سيتي. نعم، نحن كمدينة دبي الانترنت موجودين في جايتكس منذ إنشاء مدينة دبي الانترنت من تقريباً 20 سنة. نحن نشارك في هذا المعرض اللي يعتبر أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة. مشاركتنا مهمة جداً بما أن نحن أكبر مركز للتكنولوجيا في المنطقة، ومعظم الشركات اللي يشوفها في جايتكس موجودة إن نحن في مدينة دبي الانترنت، فمشاركتنا مهمة جداً حتى نسلط الضوء على الشركات اللي موجودة، سواء كانت شركات عالمية أو شركات ناشئة كذلك. كمثلة شركات العالمية موجودة عندنا نحن، المايكروسوفت، الأوراكل، جوجل، فيسبوك، سايل، كلها موجودين. ولكن الشركات الناشئة كذلك تلعب دور مهم للبيئة اللي نخلقها نحن في مدينة دبي الانترنت. وامثلة على ذلك قديمة يمكن ياهو مكتوب، بعدها جت سوق، بعدها جت كريم، وبيوت دبزل، وإلى آخره. فعندنا شركات وبيئة متكاملة متخصصة لشركات التكنولوجيا، فاليوم موجودين نسلط الضوء على هالبيئة اللي عملنا عليها على مدى 20 عام اللي مرت. Very nice، جميل جدا. طيب بما أنه نحكي عن الشركات بشكل عام، نحكي عن الناشئين أو الستارتوبس. كيف دبي انترنت سيتي أو مدينة دبي للإنترنت خدمت الستارتوب بشكل عام؟ وسمعنا فيه عن موضوع اسمه N5، ممكن تحكي لنا عنه أكثر؟ إحنا بدينا مدينة دبي للإنترنت من 20 سنة، تخصصنا كان استقطاب الشركات العالمية. بعدها بفترة، بعد تقريباً 10 أو 13 سنة، ركزنا على الستارتابس والشركات هذه الناشئة اللي نبغيها تطلع من البلد، من المنطقة. فنحن نشوف دائماً شركات عالمية تطلع وشركات ناشئة من العالم، لكن كم شركة سمعنا عنها طلعت من المنطقة وذهبت العالمية؟ فركزنا على هالشركات وبنينا منصة سميناها الN5. الN5 هي منصة متخصصة للشركات الناشئة، ما تستثمر فيها دبي الانترنت ولا كمدينة دبي الانترنت، ولكن تستثمر فيها البيئة اللي هي المستثمرين، سواء كانوا مستثمر جريء أو إنجل إنفسترز أو غيرهم، هم اللي يدعمون هذه البيئة. فنبغي استمرارية والسستينابيليتي في هذه البيئة، فعلى هالأساس بنينا هالمنصة N5 اللي تختار الشركات الناشئة فيها. والحمد لله على مدى السنين اللي طافت، احنا اليوم أعلننا أن N5 وصلت إلى الشركات اللي في N5 تم الاستثمار فيها حوالي 1,400,000,000 درهم، وهذا إنجاز كبير لنا، ونتمنى أن نشوف هالأرقام تزيد. في النهاية أخوي أحمد، مهما كبرت الأرقام ومهما زادت عدد الشركات، مش مهمة مثل المواهب والإنسان. عامة الإنسان هو أساس وركيزتنا نحن كمدينة دبي الإنترنت. اليوم عندنا تقريبا 25,000 موظف فقط في التكنولوجيا، متخصص في التكنولوجيا، وهدفنا أن نوصل 40,000 متخصص في التكنولوجيا في خلال 5 سنين الجاية. بس حبيت أكد أن هذا 40,000 فقط في منطقة صغيرة عندنا نحن، أن يوصلون نوصل هالرقم. وهالرقم مهم أكثر عن سواء كانت الأرقام في الاستثمارات أو عدد الشركات أو الآخرين. الإنسان هو المهم. منطقتنا كعالم العربي عندنا 300 أو 400 مليون نسمة، وعندنا شباب، الشباب يتكونوا يعني قسم كبير من هذه العدد. فنبغي نتأكد أن لهم مستقبل في التكنولوجيا، لهم فرص عمل، فهذا تركيزنا إن شاء الله للسنين الجاية. برأيك كيف التحول الرقمي خدم المنطقة العربية وخصوصاً كمان في الإمارات العربية المتحدة؟ في الفترة الماضية مع جائحة كورونا لاحظنا أن التحول الرقمي، إذا كانت الشركات لها مخطط 5 سنين، اليوم لازم تكون أونلاين في يوم وليلة يعني. فصار التحول الرقمي مهم جداً لتأكيد استمرارية الشركات، لم يعد خيارا بيسكلي يعني. لازم تكون اونلاين. ف لما هالشيء يصير، تصير تلاحظ الاستثمارات في الفنتك، لان الناس
ما أدري متى آخر مرة استخدمت كاش أنت، لكن فترة طويلة. هاي بعض الأمثلة اللي صارت في خلال سنتين طالت. فلاحظنا استثمار في الشركات الفنتك زادت، لاحظنا الاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية زادت، ونحن متأكدين أن هذا التوجه بيزيد في السنين الجاية، ونشوف المنطقة كذلك ككل لها توجه للأجريكلتشر تكنولوجي والزراعة والتكنولوجيا اللي تحتويها هذه الصناعة. وممكن أقول من يعني نظرتي أنا شخصيا، التعليم له دور كبير أعتقد في المستقبل، وله فرص كبيرة. عندنا عدد كبير في المنطقة مهتم في التكنولوجيا، والجائحة سرعت النمو للتعليم يصير أونلاين. طبعا المدارس والتعليم لها دور كبير وما راح تختفي يعني، ولكن التعليم اللي موجود إلكترونيا ورقميا راح يلعب دور كبير، ونحتاجها نحن كمنطقة حتى نتأكد أن المواهب تبقى عندنا والعقول تبقى عندنا وتطلع من عندنا، ونصير إن شاء الله للعالمية من العالم العربي. طيب وين شايف التوجه بالأعمال حاليا خلال بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي الكبير اللي حكينا عنه قبل؟ وين توجه الأعمال هسه؟ وين بروح؟ وكيف البيئة انخلقت نحكي، ومن وجهة نظر مدينة دبي للإنترنت؟ بيئة الأعمال عامة طبعا تأثرت من جائحة كورونا، ناس الاجتماعات كلها على الإنترنت وأونلاين، فطبعا تأثرت. توجهنا ورأينا أن البيئة راح تلعب دور أهم عن الماضي. ليش؟ لأن البيئة اليوم لازم تتكون من بيئة فيها بيئة تدريبية للموظف، بيئة تتأكد أن المواهب هذه تكون مندمجة مع الموظفين ومع المكان. فمدينة دبي للإنترنت راح تركز أكثر في المرحلة الجاية على خلق سواء كانت إيفنتس أو تعليم أو أي شيء يأكد أن المواهب تكبر في المنطقة ككل. فراح نجدد المنطقة، راح نأكد أن قبل الجائحة كان عندنا فوق 200 إيفنت في السنة، وراح نركز على هالأشياء. نبغي الناس تجتمع، نبغي الناس تيجي المكتب وتيجي المكاتب وتخلق الأفكار وتبتكر وتطلع من المنطقة. فراح تركيزنا يكون على هالأشياء، ونحن متأكدين أن دائما الابتكار يحتاج الإنسان محتاج لنا أكثر من الجهة الرقمية. فممكن إحنا نعمل الميتينجز أونلاين، لكن أنت لازم تجلس مع شخص حتى تبتكر. صحيح. شكرا لك وعلى المعلومات جدا مفيدة بخصوص دبي إنترنت سيتي، بخصوص التحول الرقمي. بنشكرك كثير، ونتمنى نشوفك إن شاء الله قريبا، وممكن في جايتكس 2022 إن شاء الله. مشكورين على الاستضافة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.